السلام عليكم. فضلا وليس أمرا، أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أهلا بكم متابعينا الكرام، نوافيكم بالحصيلة النهائية والرسمية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم الاثنين 27 من شهر ديسمبر 2021، وهذا من حيث عدد إصابات اليومية والوفيات وكذا حالات الشفاء. فحسب ما أفاد به آخر تقرير لوزارة الصحة الجزائرية حول الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 293 إصابة مؤكدة جديدة، وهذا ارتفاع محسوس في عدد الإصابات بالنسبة للأمس، وكذلك تماثل 109 حالة للشفاء ومغادرتهم المستشفيات والحمد لله، وتسجيل 8 حالات وفاة رحمها الله خلال 24 ساعة الأخيرة، مع تواجد 34 حالة في العناية المركزة شفاهم الله جميعا.